رجعنا لكم مرة تانية، والحقيقة أجازة نص السنة بدأت أخيرا، والأهالي بتستنى الأجازة دي قبل الأولاد. وإحنا مش فاكرة أبدا أن إحنا كنا بنبقى عايزين نعمل حاجة مثمرة أبدا في أجازة نص السنة، ولكن إزاي بعد التوتر بتاع الامتحانات وشدة الأعصاب ويعني الرغبة في أن إحنا يكون عندنا فترة من الراحة نستفيد من الفترة دي. معانا دكتور رأفت يوسف، أستاذ الإدارة والاستشاري للتنمية البشرية. بنرحب بحضرتك. تراقي ذكرا، نورنا جدا. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. عايز أبتدي حضرتك بفكرة ثقافة الأجازة. إزاي ناخد الثقافة دي؟ إحنا بنشوف الغرب بيقول لك الويك إند، مش عارف أجازة إيه، أجازة الكريسماس، أجازة كذا، وفكرة استثمار الوقت، ويقول لك أصل أنا قافل موبايلي، لا ما تكلمنيش في الوقت ده. إحنا عندنا يوم الأجازة العادي، وأنا بقولها كتير جدا، الستات بتشد الستات ويقول لك اليوم الغسيل وهنغسل والسجاد، ويروحوا منورين النور بدري عشان الرجاله تصحى وبتاع. فيعني مش عارف، الراجل مش لاقي حاجه يعملها على اخر اليوم، ينزل يقعد مع جماعه اصحابه، بناخد اجازه نص السنه ولا كاني في اجازه ولا اي حاجه. ازاي يكون عندنا فكر استثمار الاجازه؟ هي كل حاجه النجاح فيها محتاجه توازن. يعني بمعنى، اولا في الاجازات احنا عندنا نوعين من الاجازات، الاجازات القصيره زي النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها فكره الويك اند، والاجازات الطويله. يعني عندنا اجازه نص سنه المفروض ان هي اسبوعين، فهي اجازه طويله. فكره ان الاجازات القصيره لو انت عايز تفصل فيها تماما شيء طبيعي ومقبول تماما، والاجانب بيجيدوا النقطه دي بحرفيه شديده جدا. بس هي الفكره، هو احنا بنكسر ليه الروتين في الاجازه؟ عشان نفسيا انا اتعودت كل يوم اصحى في وقت معين وذاكر عدد ساعات معينة ونام، لو احنا بنتكلم على الولاد، فانا باجي في الاجازة بكسر الروتين ده عشان ما يدخلش في مرحلة اكتئاب من كتر تكرار نفس الاكشن. وفي نفس الوقت اثناء المذاكرة كمان بيبقى عندنا تكنيكس معينة عشان نعمل له نوع من ريلاكسيشن. يعني في تكنيك ايطالي مشهور جدا اسمه بومودور تكنيك، ان الولد يذاكر 25 دقيقة وياخد 5 دقائق بريك، 25 دقيقة وياخد 5 دقائق بريك، يخلص ساعتين وياخد تلت ساعة بريك. يعني جوه نفس المذاكرة لازم نبقى عندنا فكرة الأجازات القصيرة أو الريلاكسيشن. طيب أنا دلوقتي عندي أجازة نص السنة، مفروض أعمل إيه؟ مفروض إن أنا أفهم الولد، وشيء طبيعي إن إحنا هنكسر الروتين ونعمل نوع من الريلاكسيشن أو استرخاء، وممكن نروح نغير جو في أي مكان، السخنة، الساحل، واتفر المكان اللي إحنا هنروحه. لكن في نفس الوقت مش منطقي إن أنا مثلا هنام 8 ساعات، أنت كنت بتنام 6 ساعات أثناء الدراسة، دلوقتي هتنام 8 ساعات، 10 ساعات. لا، كان بينام 8 في أيام الدراسة، النهاردة بينام 18. هي بقى دي الفكره. يعني عايز طول الوقت ينام ويصحى براحته ويقعد على الانترنت براحته. بقول لحضرتك يعني اللي موجود في الاسر المصريه. بس عايز اقول لك حاجه صغيره، موضوع النوم، هو مفيش حاجه في النوم، يعني انا طبيب وبتكلم من منظور طبي، هو مفيش حاجه في النوم اسمها التراكم. يعني انا بقالي اسبوع ما بنامش كويس، فاجي يوم الجمعه انام 20 ساعه، مفيش حاجه اسمها كده. هو انت الوقت اللي محتاجه خليه المخ عشان تقدر تعمل نوع من ريلاكسيشن وتتخلص من مخلفات البناء اللي بتعملها هي 8 ساعات. لكن هي فكره نفسية أكتر، إن أنا بريح في الويك إند بدل ما بنام 6 ساعات طول الأسبوع، أنا هنام 12 ساعة ولا 20 ساعة، ده مش صح. وحيك لما بتقوم من النوم بتلاقي نفسك خملان. ليه؟ لأنه ده أكتر بكتير من المطلوب. لكن أنا محتاج أنام العدد الساعات المطلوبة، أكسر الروتين حتى لو أنا قمت بدري، لكن هفضل قاعد في السرير عشان يبقى فيه تغيير، وفي نفس الوقت أحاول بقى أشوف أستثمر الوقت الباقي إزاي. هي دي الفكرة المطلوبة إن احنا نوصلها لأولادنا أثناء الأجازة. إزاي ممكن نستثمر الوقت الباقي؟ يعني ما بين فكرة في استراتيجية كده لطيفة جدا اسمها انترتين اند ايديوكيت، المتعة والتعلم. يعني انا مش عايز اجي اقول له ايه في الاجازة انت هتذاكر، طب اختلفت ازاي عن الدراسة؟ وفي نفس الوقت لازم افهمه ان انا اضيع الوقت كله قدام التلفزيون او الانترنت، ده مش مطلوب. عشان اقدر اعمل التوازن ده لازم اشوف هو الحاجات اللي بيحبها ايه وممكن تبقى مفيدة لي. يعني ما فيش مشكلة ان هو مثلا ياخد دروس مثلا في الموسيقى، في الجيتار، في البيانو، يقرا كتاب، بس هخليه يقرا حاجه يكون اكتر حاجه بيحبها، لانه فكره ان انا اجبره انه يبتدي يذاكر جزء من الجزء التاني من او الترم التاني احيانا ممكن تبقى مرفوضه بالنسبه له. حاجه مهمه جدا فكره ان انا احط له حافز. يعني ام توماس اديسون مثلا كانت بتعمل له ايه عشان يذاكر؟ كانت بتديله فلوس، تقول له لو خلصت الكتاب ده هتاخد كده. كل العيال هيطلبوا مننا فلوس، ودي تبقى مشكله. انا هقول لك بقى القصه بقى. توماس اديسون ده كان فاشل في المدرسه. يس.
وهي امه طبعا اللي هي كانت سبب نجاحه. بس عايز اقول حاجه صغيره، في الطب النفسي وفي الاداره عندنا حاجه اسمها حافز داخلي وحاجه اسمها حافز خارجي. شطاره الاب والام لو لقوا ان الحافز الداخلي عند الولد تجاه الهوايات المثمره زي القرايه ضعيف شويه، ابتدي حطي له حافز خارجي. الحافز الخارجي ابتدي يزقه ان هو يعمل الحاجه دي، مع الوقت تبتدي تلعبي على الحافز الداخلي. بمعنى انا هاجي اقول له انت لو خلصت الكتاب ده او عملت الحاجه الفلانيه هدي لك الجائزه الفلانيه، وهو بيعمل القصه دي هنروح المكان الفلاني اللي انت نفسك وتقرا الحاجه اللي هو بيحبها. تيجي بقى تقولي له خلي بالك يا حبيبي انا عايز اقول لك حاجه صغيره، انت لما بتقرا ده هيفيدك انت لانك شفت فلان لما كان بيذاكر كويس بقى ايه دلوقتي. فانت مع الوقت تبتدي تزودي الحافز الداخلي وتقللي الحافز الخارجي. الحقيقه بلاش شفت فلان دي، لان احنا الحقيقه في البيوت المصريه بنتلكك ان احنا نقارن اولادنا باولاد غيرنا، ودي بتبقى حاجه مدمره نفسيا للاطفال يعني. لا احنا بنتكلم على فكره الرول مودلز يعني. انا ابني بيحب مثلا التكنولوجيا، اقول له شايف ايلون ماسك بقى ايه دلوقتي، أيوة بقى كدا. شخص عظيم. ده بنسميه رول مودلز او القدوه. لكن اللي انت بتقولي ده قصه تانية، ان انا اقارن بينه مثلا وبابن مثلا ابن اخويا اقول له شايف، لا دي قصه طبعا مرفوضه نفسيا. وكمان لما تشوفي الولد يعني مثلا انا ابني نفترض بيحب الطب، اجي اتكلمه مثلا عن واحد زي مجدي يعقوب، واحد زي محمد غنيم، ابتدي ازرع جواه فكره ان انا عايزك تبقى زي فلان. بس خلي بالك زي فلان ده اللي هو يكون عنده ميول لهذه الوظيفه، لكن ما اقولوش مثلا عايزك تبقى ايلون ماسك وهو مثلا ميوله طبيه، فكده انا بزقه في اتجاه غلط. طب يا دكتور انا برضه عايز اسال حضرتك على فكره يعني يوم الاجازه العادي، حتى لما بناخد يومين اجازه في الاسبوع ومعظم الناس يعني بتاخد جمعه وسبت اجازه، ازاي فكره الوقت ده ان احنا وقت العيله ده يبقى حاجه مقدسه، ان احنا هنعمل حاجه؟ يعني ليه الوقت ده معظم الاسر تستهلكه في التنظيف، فكرة مش عارف هنجيب حاجات للبيت، حاجات كده بتخلينا نرجع لأشغالنا تاني يعني وشنا كده مكرمش ومتضايقين يعني. زي أرجع التوازن. سعيد فكرة التوازن يعني الزوجة مثلا وهي طبعا رمانة الميزان في البيت لازم تبقى فاهمة أن جوزها تعبان طول الأسبوع، هستغله في الويك إند أنه يجيب حاجات للبيت، لكن في نفس الوقت يبقى فيه جزء ترفيه. وعايز اقول لك دايما يعني حتى دايما السينما او الافلام يعني المسلسل مثلا بتاع عبد الغفور البرعي كان دايما يقول لك ايه، انا بتعب طول اليوم اللي هو نور الشريف في الشغل، لما اروح البيت وقت العشاء ده اللي هو مفروض في الاسره المصريه ده يعتبر اليوم الوحيد او الوقت الوحيد الناس بتلم فيه، مفيش تكنولوجيا موجوده على العشاء خالص. احنا هنقعد ربع ساعه نص ساعه بنتعشى وبنتكلم مع بعض، محدش يمسك موبايل، محدش يمسك ايباد، محدش مطلوب منه يعمل اي تاسك. احنا هنقعد احنا قاعدين ناكل، فاحنا بننبسط بالاكل الجميل الموجود، وفي نفس الوقت النوع الفكره الـ يعني السوشياليزيشن او الدردشه اللي بنعملها هيخلي ان يبقى نوع من الترابط بين الاسره. لكن فكره انه انا طبعا جوزي اجازه النهارده او انا مراتي اجازه النهارده فانا بعمل لها لودنج كل حاجه ناقصه هتخلصيها، طب ما هو كده ما بقاش يوم اجازه. ووصلت لمرحله ان انا بكره الويك اند لانه الحمل اللي عليا في الويك اند اكتر من الشغل من اثناء الاسبوع. فطبعا ما هي الفكره، ما انا ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك يعني نصايح كمان للزوجه، لان انت بتقول حضرتك ان الزوجه هي رمانه الميزان. حضرتك متحامل على السيدات؟ لا انا بشوف الزوجه هي البيت يعني، انا مش متحامل ولا حاجه، انا بشوف الزوجه هي البيت، هي اللي يعني طبعا الراجل يقود البيت فكريا واداريا وحاجات، لكن اللي بيقود على الارض الست يعني. جبران خليل جبران كان عنده جمله لطيفه جدا بيقول لك كل البيوت مظلمه حتى تستيقظ الام، يعني هي الام في الاخر وانت صباح النور هنا النور اللي بتاع البيت. بس الفكره احنا محتاجين نوع من الحكمه في اداره البيت. يعني عايز اقول حاجه صغيره، الزوجه مثلا مفروض ان هي تبقى عامله نوع من التوازن، فكره لو في حاجات كتيره بتخلص اثناء الاسبوع فما تتراكمش اثناء سواء الزوج او الزوجه بالمناسبه. فكره التسويف نخليها في الويك اند، نكتشف بعد كده ان الويك اند ده يومين سواد باللغه الدارجه، لان كل حاجه متاجله اثناء الاسبوع اترمت هنا. فبدل ما نكسر الروتين بتاع الاسبوع يبقى ده يعني ساعتين ثلاثه اربعه كلنا بنخلص. انا فهمت من حضرتك مثلا لو الزوج برده عنده عربية بلاش اليوم كل يوم الأجازة يبقى عند الميكانيكي، بلاش اليوم كله يبقى كان بيغسل العربية، بلاش عارف إيه، ممكن ده يعمله وسط الأسبوع أو وسط شغله بحيث إن هو يوم الأجازة يبقى مفضي نفسه للبيت. ما هو دي ثقافة لازم تتزرع عندنا إنه جزء من اليوم الأجازة لازم يكون مطلوب للترفيه والريلاكسيشن عشان الناس ترجع
تعمل نوع من الانرجي وترجع للايام العاديه بشكل جيد. يعني دكتور حضرتك اتكلمت الحقيقه على حاجه ايجابيه جدا، وهي ان احنا نستخدم الرول مودلز او القدوه، الشخصيات اللي ممكن تكون قدوه لاولادنا العالميه. وكنت بتتكلم على قصه توماس اديسون، عايزه ان انا عايزه اسمعها من حضرتك لو ممكن. توماس اديسون كان عنده مشاكل كتيره جدا، وكان في المدرسة اكشلي قالوا للأم إن هو ولد غبي وإنه ما ينفعش يكمل. يعني أمه قالت له إيه؟ قالت له ده المدرسة بيقولوا إن أنت شاطر ومتفوق، فخلاص أنت هتيجي أنا هذاكر لك. وحولته في الآخر لشخص عظيم جدا يعني. وعايز أقول لك إن توماس إديسون كان عنده مشاكل كتيرة جدا في شكله وفي ودانه، وكان الناس بتسخر منه، وكانوا بيسخروا من أمه، بيقولوا لها يعني أمه قدرت تديله دفعة أمامه، وفي نفس الوقت بتوجهه بشكل إيجابي جدا عشان يقدر انه يمشي في الاتجاه الصح يعني. تمام، استاذن حضرتك معانا على التليفون دكتور اسحاق من المنيا. اهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذ اسحاق. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير عليكم، صباح الخير على دكتور رأفت. صباح الخير يا فندم. انا بحيي، صباح الخير على حضرتك، بحيي دكتور رأفت شحاته صراحه، يعني راجل قيمه وقامه، وبيمتعنا في دبلومة إدارة الصيدليات اللي هو بيديها لنا. أنا عايز أسأل سؤال. تفضل حضرتك. وليه إحنا بقينا في هذا العصر دايماً بنشعر بحاجتين مع أولادنا؟ الحاجة الأولى اللي هو الـ unsatisfaction، إن هما دايماً مش فيه رضا كامل عن اللي هو فيه، بالرغم إن إحنا في أجيالنا زمان كنا بأقل القليل. سؤال جميل يا أستاذ حق. مدارسنا كانت حاجات يعني ما اقدرش اوصفها طبعا، حاجات ما تتقالش بالجهود الذاتيه، ما فيش التواصل الاجتماعي والترفيه والتكنولوجيا اللي موجوده. ده الشق الاول من السؤال. الشق الثاني من السؤال، هل هم عندهم طاقه زايده؟ يعني احنا تعودنا في اجيالنا زمان ان الطفل مهما كان، مش هنقول بيشتغل، لكن كان عليه جزء بيؤديه ايا كان هذا الجزء جوه البيت. هل عدم القيام ببعض الاشياء الايجابيه والمشاركه هو اللي بيديهم هيباره زياده، او استغلال الطاقه الزايده اللي عند الاطفال؟ نشكرك جدا دكتور اسحاق. فهل دي يعني عليها ازاي؟ وازاي نخليهم يشعروا بالرضا؟ وهل ده مطلوب منا ان احنا نشتغل؟ انا بشكرك جدا يا دكتور على الاسئله القيمه لحضرتك. يعني برضو فكرة المشاركة، فكرة الولاد، يعني بنحس بجاب كده بيننا وبين الولاد، ازاي نتعامل معاه؟ هو اللي بيقوله ده فعلا مهم جدا طبعا، لانه فكرة يعني حكي بيكون عندك ولد او بنت مثلا عندها 9 سنين ولا 8 سنين، وتيجي مامتها تقول لها تعالي احنا هنعمل كيك النهارده للاسره كلها وللبيت كله، بتساعدها مجرد في حاجات بسيطه جدا، بس في الاخر بتحسسها ان انت اللي عملتي كده. فده بينمي عندها قدره او تحمل المسؤوليه، لان في الاخر الطفل نفسه بيحس انا احب ان انا يعني اكشوال ابقى مسؤول. وعايز اقول لك مثلا لما بيكون عندك ولدين، ولد مثلا عنده 10 سنين ولد لسه مولود جديد، لو تحولوا الاثنين لند لبعض، ان الولد الكبير حس انه اهتمام الاسره رايح الولد الصغير هيكرهه، لكن انا عايز احسس ان الولد الكبير انت ابو الولد الصغير ده، فيبتدي يحس ان هو اللي مسؤول عنه، فخلاص كده ما بقاش فيه روح التنافس. فدي من الحاجات مهمه جدا ان احنا لازم نعلم ولادنا فيها فكره تحمل المسؤوليه، بس برضه بعدم ارهاق الولد. يعني ما ينفعش اجي اقول للولد انت هتنظف البيت كله، انت هتعمل، لا، انا بديله تاسك معين. وفكره التحفيز مهمه جدا، لانه في حاجه اسمها الارتباط الشرطي. كان عالم روسي كده شهير اسمه بافلوف، جاب كلب وضرب له جرس واداله حته لحم. انا عايز ادي المهمه للولد واكافئه عليها مره في اثنين في ثلاثه، يحب بالمهمة دي، لان هي ارتبطت لا شعوريا عنده بايه؟ بالمكافأة. طب المكافأة ممكن تكون بشكل تشجيع يعني؟ بغض النظر بس المكافأة دي بتعتمد على ايه؟ على اللي يحبه الولد. يعني في الولد مثلا ممكن يكون بيحب يتفرج على مثلا فيلم كرتون، هفرجه على فيلم كرتون، يخرج مع اصحابه، يلعب كورة، فدايما بتدوره على افضل حافز، مش من وجهة نظر حضرتك، من وجهة نظره هو، وتربطه له بالحاجة اللي نفسك ان هو يبتدي يتعود عليها، اللي احنا بنقول عليه في الطب النفسي التغيير السلوكي. صحيح. طيب دكتور رأفت، الحقيقه استاذ اسحاق اتكلم على نقطه تانية، وهي عدم الرضا عند الاطفال اليومين دول. الواحد يبقى عنده طفل عنده 16 سنه ولسه بيقول انا حياتي مش كويسه، يا عم انت لسه عندك 16 سنه، فحل الموضوع ايه؟ هي مش قصة عدم الرضا بس، هو متطلبات الجيل الجديد مختلفة خالص عن الجيل القديم، وأحيانا بيكون سبب تعاسة الولاد إن هم شايفين إنه الأب والأم مش متفهم الاحتياجات بتاعتهم. يعني الجيل الجديد مختلف، بيدور على التكنولوجيا أكتر، بيدور على إنه يوصل لنجاح
بمجهود قليل، وده عكس اللي كان مفروض الواقع. فأنا محتاج أفهمه، ومحتاج دايما أنا كأب أو كأم أبقى قريب منه بالطريقة اللي بيتكلم بيها. يعني سبب الخلاف أو ابتعاد الأبناء عن الأباء إيه؟ بابا ما بيعرفش تكنولوجي، بابا لما أجي أسأله عن الكلية مش عارف يقولي، بيقولي يا حبيبي اللي أنت شايفه خده أو كويس أعمله. أنا مش عايز كده، أنا عايز بابا كأنه صاحبي. فدي نقطة مهمة جدا. كمان خطأ شهير بيقع فيه الأب والأم، ان احنا من ولادنا من هو صغيرين بنبتدي نلعب على فكرة انت ذكي انت شاطر. مع الوقت الولد مش عايز مجهود وعايز يوصل بسهولة جدا. ليه؟ لان بابا مفهمني من وانا صغير ان ذكي. يعني في الطب النفسي يقول لحضرتك امتدحي المجهود ولا تمتدحي الصفات. يعني ما اقولش ابني انت ذكي، اقول له شفت يا حبيبي لما انت قعدت الاسبوع اللي فات عدد ساعات كتيرة تذاكر شفت عملت ايه. لكن انا لو قلت له انت ذكي مع الوقت هيعمل ايه؟ مش هيذاكر، مش هيبذل مجهود، لانه فهم ان هو ذكي. فاحنا عندنا اخطاء شهيره جدا. احنا بنقول له كده غالبا عشان يديله ثقه بنفسه. يعني لا، في فرق بين الثقه بالنفس وبين انك انت توصله لمرحله انا بقيت احسن من الناس. اصل دي قاعده في الطب النفسي يقول لك بريز ايفورت اند نوت بريز ابيليتيز. يعني امتدح المجهود ولا تمتدح الصفات. ولو قلتها له مره ما تقولهاش تاني. يعني مش كل مره تقول له انت سمارت انت شاطر انت ذكي، لان هو الولد بيفكر بطريقته طالما انا ذكي واحسن من كل اللي حواليا ابذل مجهود ليه. رغم ان توماس اديسون لما قالوا له ايه مع تعريفك للعبقريه قال جمله حلوه جدا، قال العبقريه 1% وحي والهام و99% عمل وعرق وكفاح. فعايز يقول ايه؟ ان لك لو ما بذلتش مجهود مش هتوصل لحاجه. صحيح. فكره الاجتهاد يا فندم، يمكن انا كلام حضرتك استوحى لي فكره امبارح كان في لقاء مع ابو جبل اللي هو يعني حارس مرمى منتخب مصر اللي شرفنا ونورنا وكان ليه دور بارز ومن افضل يعتبر افضل لاعب في البطوله. فكانوا بيتكلموا بقى فكره بقى هل موهبه منك ان انت تصد حلو. فهو اتكلم على فكره العلم، فكره المجهود ده ازاي اوصله لاولادي او اوصله لاي شاب بيشوفنا دلوقتي او لاي حد بيشوفنا دلوقتي. فكره ان انت لو مش ناوي تجتهد بنسبه 100% ما تستناش مقابل ما تستناش نجاح. هي مفروض عشان حاجة توصل له النقطة دي برضو نرجع لفكرة القدوة. يعني مثلا واحد زي كارلوس غوسن ده ملياردير عظيم جدا، راجل شهير جدا، اللي هو الراجل اللبناني كان بيسموه ايه؟ مستر 7-11. يعني ايه 7-11؟ يعني الراجل بيشتغل 7 أيام في الأسبوع من 7 الصبح ل11 بالليل. فأنت قول له اتفرج على كل الناس اللي نجحت وصلوا للعالمية بيشتغلوا كام ساعة؟ لكن هو فكرة إن أنا أبص ألاقي معظم الشباب في مصر عايزين يبقوا محمد صلاح، هو حاجة كويسة جدا، بس مفيش دولة بتنهض بإن الناس كلها تبقى لعيبة كورة. الحاجة التانية أنت ممكن ما يكونش عندك الإمكانيات اللي تخليك محمد صلاح. صحيح. فأنت لازم تعرف إمكانياتك إيه وتعرف إيه الحاجة اللي أنت متميز فيها، لأن ربنا ميز كل واحد بمهارات يعني معينة. صلاح في مجالك. الله ينور عليك. يعني انا لو شاطر دلوقتي في الماث يبقى انا هروح ادخل هندسه، شاطر مثلا في البيولوجي انا ممكن ابقى دكتور او ممكن ابقى باحث. لكن فكره الولاد للاسف يبصوا الراجل ده في سن صغير بقى مشهور جدا وبقى غني جدا، ما بقاش زيه ليه؟ تقول له لانك انت ما عندكش الامكانيات. وشطاره الاب والام والمدرسه ان هي تبين للاب والام امكانيات الولد ممكن تبقى رايحه في اي اتجاه، وبالتالي انا ابتدي اعمل ايه؟ من هو صغير ازقه في الاتجاه اللي هو متميز فيه، فدي تخليه يوصل ويبقى عارف طريقه. ثلاث ارباع الشباب بيتخرج مش عارف هو عايز يوصل لايه. النقطه بتاعه الاجتهاد دي الحقيقه بشوف ان كتير جدا من الاباء للاسف بيقعوا في فكره ان نزق اولادنا ان هم يجتهدوا زياده عن اللزوم وما بنديش اهميه لفترات الراحه زي ما احنا كنا بنقول في البدايه. كتير من الاسر المصريه بتقول لك ذاكر 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 وبتنتقد الولد لو هو بياخد فترات راحه زياده عن اللزوم. ازاي نعمل التوازن ما بين الاجتهاد كاهالي واباء ما بين ان احنا نزق اولادنا ان هم يجتهدوا عشان يوصلوا اللي هم عايزينه وفي نفس الوقت ياخدوا اوقات الراحه في مواعيدها المناسبه؟ هو بس الاباء لازم يبقوا فاهمين حاجه صغيره، في حاجه في الطب النفسي اسمها البيرن اوت. البيرن اوت يعني انا حرقت الولد ووصلت الولد لمرحله انه كره المذاكره. ليه؟ لان المذاكره ارتبطت عنده بالضغط النفسي وارتبطت عنده بعدم وجود حتى لحظه ان انا اعمل ريلاكسيشن. فدي مهمه جدا الاباء يبقوا فاهمينها من الولد وهو صغير. التكنيك اللي انا قلت لحضرتك عليه ده في الطب النفسي بيعتبروه احد ادوات التعامل مع الضغوط النفسيه. 25 دقيقه او 5 دقائق. لكن فكره ان الولد يتحبس في الاوضه 4-5 ساعات بدون ما حتى ما يعمل نوع ريلاكسيشن. حتى العينين احنا بنقول كل مثلا تلت ساعه او كل نص ساعه لما بغمض عيني او ابص الحاجه على بعد اكتر من 6 متر ده بيعمل نوع من الاسترخاء للعضلات بتاعه العين فاشعر بالراحه. لكن تعالي بص الكمبيوتر مثلا اكتر من ساعه بتصدعي ليه؟ لان العضلات اللي بتشد العدسه بتاعه العين بتفضل منقبضه طول الوقت لانك بص الحاجه اقل من 6 متر. يجيلك صداع. صداع ده هينعكس على ايه في الاخر؟ على قدرتك
على التركيز. بالإضافة كمان الأب والأم يبقوا فاهمين أنه درجة تركيز الولاد بترتبط بمستوى الكورتيزول في الدم. مستوى الكورتيزول في الدم أعلى فترة ليه بتبقى من الساعة 6 الصبح لغاية الساعة 10 الصبح. فأنا مفروض أن أنا أدور على الكواليتي، مش أن الولد يفضل عدد ساعات طويلة وخلاص. لو أنا دورت على الكواليتي ده ممكن يخلي الولد عنده متسع من الوقت. الحاجة التانية برضو هي حاجة مهمة، تكنيك كان بيعمله تشيرشل اسمه سليب اونيت، اللي هو ايه؟ يقول لك اخر حاجه تذاكريها قبل ما تنامي هي اكتر حاجه هتبقى عندك القدره انك انت تفتكريها. استاذن حضرتك معانا تليفون، معانا استاذه مريم من الاليوبيه. استاذه مريم اهلا بيكي. يا استاذه مريم لسه معانا استاذه مريم ولا قفلتي التليفون؟ اتأخرنا عليكي معلش. طيب نتكلم في موضوع آخر على أستاذة مريم ترجع تكلمنا. احنا بنتكلم النهاردة على فكرة استثمار الوقت الفراغ اللي هو وقت نص السنة. عايزين نعرف أبرز الحاجات اللي ممكن تعملها الأولاد علشان تستثمر ده، خصوصا أنه ممكن نحن نقسم الوقت ده لرياضة، لقراءة، لأنشطة مختلفة ممكن نقدمها للأولاد. طيب احنا عندنا حاجات مهمة جدا. الجزء الترفيهي خلاص ده سهل جدا حسب الهواية اللي بيحبها الولد، لكن عندنا بعض الأدوات اللي لازم نعلم ولادنا. يعني مثلا في حاجات الأونلاين ترينينجز الموجودة وبتتعمل كمان في سن صغير، لازم الولاد يعرفوا يعني ايه يودومي، يعني ايه MIT، يعني ايه كورسيرا. دي حاجات مهمة جدا. وبعدين دلوقتي الولاد ما بيحبوش يقروا حاجة مكتوبة عشان بتاخد منهم مجهود، فاحنا عندنا فكرة الفيديوز. يعني معظم الحاجات اللي انا ذكرتها دول عندهم فيديوز في مجالات مختلفة، يعني فأنا بدخل على حاجة معينة بخلي الولاد يتفرج عليها. ممكن كمان فكرة المسؤولية أقول له إيه، طب أنا عايزك تسمع الفيديو ده اللي بيتكلم على مثلا موضوع زي الـ IoT أو الإنترنت أوف ثينجز مثلا، اللي هو بيحب التكنولوجي، وإحنا قاعدين بالليل اشرحه لإخواتك كده، ولو شرحته كويس هعمل لك الحاجة الفلانية. شفت أنت عملتي إيه هنا؟ أنت اديتي له مهمة، قرا الحاجة أو سمع الحاجة واتفرج عليها ويبتدي يعرضها. أولا هيفتكرها كويس جدا لو شرحها لإخواته أو شرحها للأسرة كلها، وفي نفس الوقت أنا حسسته أن أنت عملت لك نوع من الإكسبوجر، أو أن أنت كل الناس عارف لا ده شاطر عارف يسمع الحاجة ويفتكرها كويس ويحللها لإخواته. شكرا جدا يا دكتور على الكلام القيم، ومنتظرين من حضرتك لقاءات أخرى نتكلم فيها، لأن المواضيع دي أنا بشوف أن هي بتهمنا جدا لأن هي معايشة معانا كل يوم. أنا بشكرك جدا دكتور رأفت يوسف أستاذ الإدارة واستشارة التنمية البشرية، نورتنا جدا. ميرسي ربنا يخليك. شكرا يا دكتور. خليكم معانا، والفقره الجايه عن الابتزاز الالكتروني وهنتكلم بكل التفاصيل عن هذه القضيه. خليكم معانا.